تفضل سي عبد الصمد حيكر. مرحبا. ما سمعتكش السي. كلمة تفصيلية غنصيفط لكم بعد إن شاء الله، دابا ندير ملخص. شكرا سيد الرئيس. احترام برلمان دليل على التشبع بالثقافة الديمقراطية والعكس بالعكس. ما كتحترموش الدستور سيد رئيس الحكومه، كان خصكم تجاوبوا 4 مرات خلال الدوره، جيتوا يلا 2 مرات. كان خصكم تجيو تجاوبون على اسئله تتعلق بالسياسه العامه، كتكلموا معنا في سياسه قطاعيه. كان هذا الموعد الهام يكون فرصه للحديث على قضايا حارقه، بالمناسبه المثال ديال الاطر الصحيه وطلبه كليه الطب اللي بالمناسبه كنلتمسوا انكم تدخلوا في القريب العاجل باش تسدوا هذا المشكل وت يعني توفروا السكينه للمغاربه. ما تكلمتوش على الالتزامات ديالكم في البرنامج الحكومي، وهذا دليل اخر على انكم ما كتحترموش البرلمان. ما دويتوش عليه لا انتم لا الاخوان، مع كامل الاحترام المتدخلين باسم الاغلبيه. نتكلموا على التركه الثقيله. اييه سي رئيس الحكومه، انتم كنتوا عضو هاد جوج الحكومات اللي فاتوا، انتم مشاركين على جوج البرامج هامه صرفت عليهم ما يقارب 200 مليار. برنامج تقليص الفوارق المجاليه، شنو النتيجه ديالو؟ حسب مجلس اعلى الحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي، هو استمرار التباينات المجاليه، تفاوتات التنمويه، واشكاليات الولوج الى الخدمات الاساسيه. شنو النتائج ديالها؟ تهدئه الاستقرار الاجتماعي والحد من النمو الاقتصادي. ها النتيجه الاولى. البرنامج الثاني هو مخطط المغرب الاخضر اللي كيتكامل مع هذا. شنو النتيجه؟ شكون اللي كان مسؤول عليها؟ شكون اللي مسؤول على هذه التركه؟ جا البرنامج، جا الزلزال الحوز للاسف باش يعري الحقيقه ديال هذا الاشراف ديالكم على هذه جوج البرامج بجوج. جات التعليمات الملكيه الساميه المتعلقه باعاده البناء والاعمار، دارت المؤسسه ديال الوكاله، تعطات الامكانيات الماليه، تعطات الامكانيات التشريعيه. النتيجه شنو هي؟ هي المعاناه تاع المواطنات والمواطنين في الحوز المتضررين، وجمعوا ما بين المعاناه تاع الشتاء والصيف، وربما راهم كيفكروا حتى هما يزيدوا يحتجوا، لانه اشرافكم كرئيس ديال اللجنه البين الوزاريه النتيجه في الواقع لا شيء. السكن سيد رئيس الحكومة، المدن بدون صفيح. بالمناسبة البرنامج انطلق في 2004 ماشي 2014. 61 مدينة تم الإعلان عنها قبل مجيء هذه الحكومة المبجلة. معناتها الحصيلة ديالكم ضمنيا كتعترفوا في القضاء إعلان مدن بدون صفيح في العهد ديالكم صفر. المدن العتيقة كاين فقط، ما كاينش إضافة مدن عتيقة جديدة في العهد ديالكم. كاين استمرار تدبير ما تقرر سابقا وتم الشروع فيه سابقا. وهنا كنحيلكم على المآسي. النموذج هو المدينة قديمة الدار البيضاء، تشريد، تهجير ممنهج لفائدة عدد من الفئات المحظوظة من الملاكين والمقاولين والمضاربين. الدعم ديال السكن، السيد رئيس الحكومة اسمحوا لي نتوجه لكم شخصيا، انتم آخر واحد ممكن تتكلموا على هذا الموضوع، لكم ما مقتنعينش أبدا بالدعم المباشر للمواطنات والمواطنين، ما كتأمنوش به، ثقافتكم السياسية ما كتسمحش به، الجمع ديالكم بين الثروة والسلطة ما كيسمحش لكم به. أجي نتذكروا عليه في الواقع. هذا البرنامج من بعد ما دمرتوا القدرة الشرائية للمغاربة، واخا توفر لي مليون دعم، شكون اللي غادي يجي يقبل عليه؟ دمرتوا القدرة الشرائية، حطمتوا الطبقة المتوسطة، الإفلاس المقاولات، الملايين المغاربة كيلتحقوا كيتجاوزوا عتبة الفقر، كيفاش غادي يكون هذا الإقبال؟ المضاربات العقارية، الوتيرات حتى العرض السكني في تراجع، لأن الوتيرة الإنعاش العقاري في العهد الحكومة ديالكم في تراجع، وأحد أسبابها الغلاء ديال مواد البناء، واللي بالمناسبة هي مرتبطة بالإشكال فشل ديالكم بالتدبير ديال أزمة التضخم، وأيضا التحكم ديالكم والتواطؤ ديالكم كفاعل اقتصادي في السوق المحروقات اللي كانت سبب رئيسي في الغلاء ديال واحد العدد ديال المواد وديال الاسعار. حجر اخرى سيدي الرئيس، هذا من بين المشاكل تاع البرنامج لدعم السكن هو حرمان الساكنه ديال المناطق القرويه والجبليه منه، لانه ما كاينش عرض سكني داخل المناطق القرويه والجبليه، وثانيا لان الساكنه ديال هذه المناطق محتاجه الى دعم البناء ديال السكن وليس اقتناء السكن، ومحتاجه الى تدابير مسطريه وضوابط التعمير ملينه ومخففه. لذلك بهذا البرنامج ايضا غادي نتوقعوا في تكريس التباينات المجاليه. سيد الرئيس،
الموضوع ديال التعمير، موضوع ديال التعمير، اسمح لي نبدا معكم بواحد القضيه. التعمير اذا وقف كيتراجع الاستثمار، والتعمير مرتبط اساسا بالرخص. سيد الرئيس دير واحد الجوله شويه في الجماعات اللي كتراسوا، راه العنوان الابرز الاول هو الابتزاز والفساد، لدرجه انه المنعشين العقاريين كيتشكاو، المهندسين المعماريين كيتشكاو. ولا بغيتي نعطيك بعض الامثله، نعطيك نموذج الدار البيضاء وكبريات المدن، كاين فساد حقيقي غير مسبوق، اتقوا الله في هذه البلاد. الحاجه الثانيه، المنصه الرقميه سيد الرئيس، رخص مكنات المغرب في واحد الوقت باش تربح 12 نقطه في الترتيب ديال دوين بيزنس. اليوم كاين تراجع. في الوقت اللي كنا من قبل في العهد ديال الحكومتين السابقتين كنتكلموا على امكانيه التوقيع على الرخص سيونس تونونت قبل 12 الليل، اليوم المعدل ماشي هو 15 يوم، المعدل هو ب. واذا ما مشاوش الناس عند بعض المسؤولين والازواج ديالهم ما كتحلش المشاكل ديالهم. شكرا سي عبد الصمد. كلمة الآن للنواب غير المنتسبين، نائب المحترم سي عبد الرؤوف عبد اللهوي معان في حدود دقيقة وعشرين ثانية. السيد رئيس الحكومة المحترم، سياسة التعمير الجيدة تساهم أولا في تعزيز فرص الشغل في مجالات البناء والهندسة والخدمات، ثانيا بتوفير السكن لائق بأسمنة معقولة لجميع الفئات الاجتماعية، ثالثا بتعزيز الأمن الاجتماعي. السيد رئيس الحكومة، تحقيق سياسة تعميرية فعالة يتطلب حكامة جيدة قوام المسؤولية والشفافية حتى يحظى بلدنا بتنمية وعدالة مجالية متوازنة ومستدامة، وهذا غائب في الجهة التي أنتمي إليها، حيث التدبير العمراني يخضع لمنطق المصالح الانتخابية والرشوة أكثر مما يخضع للمصلحة العامة. فمدينة فاس شوهت هندستها وأهدرت ثرواتها الطبيعية من أراضي زراعية خصبة ومناطق غابوية، تحولت في بداية القرن 21 إلى تجزئات سكنية مشوهة. فالثقافة السياسية السائدة هي الاغتناء الغير مشروع. جهات فاس مكناس تحتاج الى تجهيزات تحتيه وفوقيه، ماء، الكهرباء، التطهير، المناطق الخضراء، النقل الحضاري، المسابح، مناطق سياحه نائيه، سياحيه، تجاريه. وهذه الجهه تراكم اختلالات في بنائها، في بنيتها لا تؤهلها لاستقطاب الاستثمارات وخلق الثروه، مما يتطلب اعتمادات بملايير الدراهم لاعاده هيكلتها. في الختام يجب ازاله الاكراهات التي تعيق الاستثمار العراقي. شكرا سيد النائب. الكلمه